الحديث الأخير عن أبي هريرة عن الأقرع بن حابس أبصر النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن والحسين، فقال له فقال الأقرع بن حابس: لي 10 من الأولاد ما قبلت منهم أحدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من لا يرحم لا يرحم. وفي رواية بأن أعرابيا رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن والحسين فيقال: تقبلون الصبيان؟ فقال: نعم. قال: أنا لا أقبل الصبيان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أفعل بك إن نزع الله من قلبك الرحمة. هذا الحديث يذكر كثيرا في البناء العاطفي عند النبي صلى الله عليه وسلم، البناء العاطفي عند النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل الأولاد عند أولادهم. الآن هذا الحديث ما ذكر أن ما أجيبهم أكل، وما ذكر أن ما أجيبهم شرب، وما ذكر أن أنا ما مسكنهم في بيت، لا، الشرب وهذا كله موجود، بس قال: لا أقبل الصبيان، ما عندي علاقة مع أولادي، عندنا نزاعة وسير وتعال وهذا مسوي وهذا كذا فقط. فقال الرسول: إنه من لا يرحم لا يرحم. هذه العلاقة إن نزعت الرحمة بين الأب والأولاد فإنه كذلك أيضا لا يرحم. يذكر في بناء العاطفي عند الآباء لدى أولادهم أن تكون هناك رحمة وشفقة من الأولاد إلى أبنائهم. الألفاظ، الأفعال، السؤال، هذه أشياء مهمة بين الأولاد والآباء. ولذلك الأولاد الآن ولو كبروا لا يستطيعون أن يقبلون أباهم من فوق رأسه، لأنهم ما تعودوا على ذلك، ولا يستطيعون أن يتكلموا مع أبيهم في شيء، لأن العلاقة قد انفرطت وانقطعت. لا يوجد هناك علاقة عاطفية بين الأولاد والآباء، وإنما هي أوامر ونواهي فقط، حتى أنه لو رآه أو ذهب عنه بعيد لا توجد هناك ألفاظ المحبة والمودة، ما يقول مثلا اشتقنا لك أو هينك وفقدناك أو غير ذلك من هذه ماذا الألفاظ. الرسول كان يستخدم هذه الألفاظ، وخاصة هذا الأمر بين الأب والبنات. النساء عبارة عن عاطفة جياشة، وتحب أن تسمع هذه الكلمات من أبيها ومن أمها. فلذلك النساء الآن الدراسات تقول أن الطالبات سبب العلاقات هذه غير الشرعية هي سبب الجفاء الموجود في داخل البيوت. فتذهب هذه البنت إلى الجامعة أو الكلية فتسمع تلك الكلمات التي لم تسمعها طول 20 سنة، فتنجذب مباشرة، مع أنها قد تكون محافظة ومتحفظ القرآن وتحفظ غير ذلك، لكنها وجدت هناك من يملأ هذه العاطفة الجياشة فانجذبت مع خطورتها، لكن وجدت ماذا؟ هذه العاطفة التي كانت تبحث عنها فوجدتها. وقد تكون هذه العاطفة بين الرجل وامرأته، لا توجد هناك علاقة عاطفية بين الرجل وامرأته، يقضي شهوته ثم بعد ذلك يذهب، لا يوجد هناك أي علاقة عاطفية. لذلك تتعجب من موظفة مثلا متزوجة وتقيم علاقات أخرى مع شباب آخرين، لماذا؟ لأن هناك لا يوجد بناء عاطفي بين الرجل وامرأته. وهناك الآن في مصطلح الطلاق الطلاق العاطفي، يعني رجل مع امرأة لكن لا توجد علاقة بينهما عاطفية، وإنما فقط كعلاقة الحيوانات من تيس وماعز موجودة في حظيرة، لا يوجد أي عواطف أبدا. لذلك هذه المرأة تبحث عن هذه ماذا العواطف. هناك هذا جانب مهم جدا في حياة الإنسان، قد بحث كثيرا في البناء العاطفي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك عندما قال: يا معاذ إني أحبك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وكان يعطي كلمات، فكان مهتم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وحتى في أزواجه، حتى يعني عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليك؟ مباشرة قال إيش؟ عائشة.
وكان يثني كثيرا يعني ونعم الرجل عبد الله، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت سببا في دخول بعض الناس في دين الله سبحانه وتعالى.